السلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من سوايا الحدث نخصصها لمناقشه انتهاء الهدنه المعلنه من التحالف السعودي الاماراتي والدعوات الامميه الى التخلي عن الحرب وتوحيد الجهود باتجاه مكافحه كورونا. حث المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أطراف النزاع في اليمن إلى التخلي عن الحرب والبناء على نقاط التقارب، ودعا غريفيث في تهنئة له بمناسبة العيد، دعا إلى إعادة توجيه مسار البلاد نحو المصالحة والتعافي وتمهيد الطريق نحو مستقبل أفضل، كما دعا إلى توحيد الجهود للاستجابة لتفشي جائحة كورونا وتحويل دفة الأمور لمصلحة الشعب اليمني. وتأتي الدعوات الأممية هذه بالتزامن مع انتهاء الهدنة المعلنة من قبل التحالف السعودي الإماراتي لوقف التصعيد العسكري لمدة شهر. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: ما الذي ينتظر الساحة اليمنية بعد انتهاء هدنة وقف التصعيد العسكري؟ وهل تؤثر جائحة كورونا على أجندة أطراف الصراع في اليمن؟ قبل النقاش نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود. لم تسكت أفواه البنادق طوال مدة الهدنة في اليمن حتى يعلن انتهاؤها، فقد كانت هدنة من طرف واحد ملأتها الشروط والخروب، وما ولد هشا ينتهي بالانهيار. فالشاهد أن ما توصف بالهدنة والمضمنة في قرار مجلس الأمن تحت مصطلح وقف الأعمال العدائية كانت نتاج استجابة الشرعية اليمنية والتحالف للدعوة الأممية لمواجهة كورونا وتهيئة الأجواء أمام تسوية محتملة. أما ميليشيا الحوثي فقد رفضتها منذ البداية واعتبرتها كذبة وتضليلا. هي إذا سحابة وهم تضاف إلى سجل الهدن الميتة التي عبرت كسراب ثم تركت غصة كبيرة بين اليمنيين وعمقت فقدان الثقة بين الأطراف. وهي إذ تبدو كذلك فلا غرابة أن تستمر الأعمال القتالية والتحشيد في الوقت الذي يفتك الوباء باليمنيين وتنمو المقابر في عموم البلاد. المبعوث الأممي مارتن غريفيث وهو الوسيط التائه لا زال مسكونا بالأمل رغم حالة الإحباط المنسدلة عليه، ففي كل مرة يخرج الرجل ببيان يكشف فيه عن نقاط تقارب لا ملامح لها ولا وجه داعيا إلى البناء عليها. لعل غريفيث يقصد مبادرته الأخيرة التي تضمنت وقف إطلاق نار شامل وتدابير إنسانية واقتصادية تشمل تبادل المعتقلين وفتح المطارات ودفع الرواتب وتوحيد الجهود لمواجهة كورونا واستئناف العملية السياسية. وهي مقترحات سارعت الحكومة اليمنية إلى الموافقة عليها، فيما لم ترد ميليشيا الحوثي حتى الآن بحسب مصادر دبلوماسية. لا يعرف بعد إلى أين تتجه جهود السلام بعد انتهاء أجل وقف إطلاق النار وموافقة الحكومة ورفض ميليشيا الحوثي للمبادرة الأممية، لكن الواقع يقول إن نهاية الحرب لا تزال بعيدة ما دامت أسبابها قائمة. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وأرحب في البداية بضيفي. سينضم إلينا من تعز أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة دكتور فيصل الحذيفي، و سينضم إلينا أيضا من مدينة أبها السعودية المحلل السياسي السعودي سلمان عسكر. إذا أبدأ مع ضيفي سلمان عسكر. سيد سلمان مساء الخير وعيدكم مبارك. أهلا وسهلا، كل عام وأنت طيب، والسادة المشاهدين والدكتور فيصل كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير. يعني سيد سلمان، نتحدث اليوم عن انتهاء الهدنة التي أعلن عنها التحالف في بداية شهر رمضان، و يعني نتساءل ما الذي ينتظر اليمنيين بعد انتهاء الهدنة ووقف التصعيد العسكري. هذه الهدنة كان ملتزم فيها من جانب طرف واحد للأسف، هي سميت هدنة على أن يلتزم بها كل الأطراف، لكن للأسف التحالف التزم بهذه الهدنة التي راعى فيها قوانين إنسانية ودولية ومشاعر المسلمين قبل أي شيء، كانت قبل شهر رمضان الكريم، ولكن للأسف الحوثي لا يراعي لا مشاعر مسلمين ولا كفار ولا غيرهم. الحوثي حتى يومنا هذا ومنذ إعلان تلك الهدنة معرفة أكثر من 4099 اختراق. يعني هذه الاختراقات التي لا يزال الحوثي يمارسها في ظل تحدي واضح وصريح للمجتمع الدولي، فيما الحليف الخفي للحوثي لا يزال صامتاً
بل بالأحرى لا يزال راضيا عما يقوم به الحوثي. وأنا هنا أشير إلى الأمم المتحدة التي طالبت وأصرت على هذه الهدنة من وقت طويل، ولكن للأسف عندما تأتي الهدنة يتضح الأمر أنها تأتي لمصلحة الحوثي وأنها تأتي وفق مطالب حوثية، عندما يشعرون بالضعف والنقص في الأسلحة وما شابه ذلك يبدأون يعرضون أو يتجهون إلى الإيقونة التي تخدم أجندتهم، ولذا هي الأمم المتحدة. لذا من الصعب أن نطلق على هذا الأمر هدنة. أنا أعتقد أنها احترام للقوانين الدولية وللمطالب الأممية من جانب التحالف العربي التزم فيها التحالف. طيب هل نستطيع القول بأن التصعيد العسكري عائد من جديد؟ نعم نعم. إذن ابقى معي سيد سلمان، وأذهب للدكتور فيصل الحذيفي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة. دكتور فيصل مساء الخير وعيدكم مبارك. مساء الخير وعيد مبارك للجميع، لك وللجمهور الكريم وللضيف. أهلا بك دكتور. يعني دعوات أممية لتوحيد الجهود لمواجهة كورونا، برأيك هل ستتغير أجندة الأطراف اليمنية اليوم؟ لا علاقة لما دعا إليه المبعوث الأممي، سواء حول مبادرة شاملة أو للاستفاف لمواجهة كورونا. يعني الموضوعين مختلفين والموضوعين غير قابلين للتنفيذ، باعتبار أن الأمم المتحدة غير قادرة على تنفيذ اتفاق ستوكهولم في العام 2018. فكيف يقفز المبعوث الأممي إلى الحديث عن مبادرة شاملة وهو غير قادر على تنفيذ جزئية معينة؟ كذلك موقف مجلس الأمن هو موقف متفرج، لا يوجد قرار إلزام الأطراف نحو تسوية حقيقية أو وقف حقيقي لإطلاق النار، سواء لاعتبارات إنسانية من استمرار الحرب 6 سنوات أو لدواعي إنسانية بوجود فيروس يجتاح العالم. كما أن المتحكم في المعارك الحوثيين ليست الشرعية وليست دول التحالف ولا علاقة لذلك في الأمم المتحدة. يعني حتى الهدنة من طرف واحد غير مجدية ما لم يكن هناك هدنة متفق عليها وفق أهداف يمكن البناء عليها بشكل جاد وتقوم على إرادة حقيقية لمصلحة اليمنيين. هذا غير وارد، يعني الموضوع سيظل عائما ومعلق أي تغيير ما لم يكن هناك كسر لهذه المعادلة في علاقة الأطراف فيما بينها، الشرعية، التحالف، الأمم المتحدة، الانقلابيين شمالا، الانقلابيين جنوبا، القوى الاجتماعية على الأرض. هذه المعادلة كلها بالتالي لا يمكن البناء على أو التأمل على أن هناك مرتقب مع ذلك ما هي عليه. نعم، لكن يا دكتور فيما يتعلق بالهدنة التي أخذت أكثر من شهر، يعني البعض يرى بأنه كانت هناك مسؤولية على المبعوث الأممي وهي يعني تحقيق اختراق في جدار الأزمة بخلال الفترة التي أعلن فيها هدنة من طرف واحد، بينما لم يحدث أي شيء وبالتالي يضاف الفشل إلى المبعوث الأممي، كيف ترى ذلك؟ الهدنة من طرف واحد وإمعاء بعون غير مباشر للطرف الانقلابي. كيف يمكن أن نتحدث عن هدنة حتى يعيد الانقلابيين ترتيب صفوفهم وبالتالي إحداث اختراقات على الأرض وكذلك بسط نفوذهم وإظهار أنفسهم كسلطة أمر واقع أقوى من الشرعية وأقوى من دول التحالف وأقوى من قرار، يعني تواطؤ أممي و لاستمرار الوضع عائما بهذا الشكل في اليمن وإعطاء الحوثيين مكانة أكبر من قوتهم. اليوم التواطؤ الحاصل مع الحوثيين هو الذي جعلهم يبدون كقوة غير قابلة للكسر، وهذا غير حقيقي. نحن اليمنيين على الأرض ندرك بأن المعركة لو أصبحت يمنية بامتياز سيكون هناك غالب ومغلوب، أو سيكون هناك اتفاق حقيقي يعتقد أو يبني على الجميع الأطراف أنهم غير قادرين على الحسم العسكري، ولكن التدخلات
أن دول التحالف والأمم المتحدة الدول الراعية العشر وكذلك قوى سياسية مائعة توزع أدوارها ما بين السعودية ما بين الإمارات ما بين تركيا ما بين أي أحلاف أخرى، يعني جعلت الوضع غير قابل للحل بهذا. وأنا أكرر وأقول لابد من كسر المعادلة القائمة وكسر هذا الجمود وإعادة تغييره للبناء عليه. مثلا أن تعود السلطة الشرعية مع طريق الحكومة الأرض، هذا كسر المعادلة. أن يتم إعفاء السعودية والإمارات من المعارك، نقول لهم الله يفتح عليكم، خلاص 6 سنوات مش قادرين تعملون حاجة، ما فيش داعي تمنوا علينا، أعطيناكم خلاص الله يخلوا احنا ننزل نذهب إلى جهة. أيضا تدخل الأمم المتحدة تعبث بالملف اليمني بشكل يحيل إليها مصالح في الجانب الإنساني والمنظمات الأممية، ولعب دور سياسي يضعف المنطقة للاستمرار والسيطرة عليها كاملة. يعني بدون كسر هذه المعادلة لا يمكن التنبؤ بإحداث تغيير حقيقي. جميل، ابقى معي دكتور. أعود مرة أخرى لضيف المحلل السياسي السعودي سلمان عسكر. يعني سيد سلمان، تحدث بأن الأمور ستعود نحو التصعيد، ما الجدوى؟ قبل عودتها نحو التصعيد، يعني هي ما هي شغالة على التصعيد منذ أول يوم أعلنت الهدنة، لكن ما الجدوى هنا؟ يوم قبل 5 سنوات على الانقلاب على السلطة. نعم، ما الجدوى من التصعيد سيد سلمان؟ 5 سنوات، ما الجدوى من التصعيد؟ يعني ما الذي تحقق؟ ما الذي سيتحقق؟ ما في شك ان يعني الامم، دعنا ناخذها من زاويه التحالف العربي، واليمنيين هو هدفهم طرد او ابعاد هذا الانقلاب الذي حصل في اليمن. الامم المتحده ومن يقف خلف الكواليس يريدون اطاله امد الحرب ويتمهون في العمليه السياسيه في اليمن. وأنا أقولها بكل صراحة، وكما أشار الدكتور فيصل، هناك غض طرف أو صمت من المجلس الأمن، لا أدري لماذا ولمن المصلحة. الآن هذا التمادي أو ما يحدث الآن أو طول أمد الحرب في اليمن في الأخير هو ضرر على اليمنيين، أنا بكل أمانة أقولها. ولكن لماذا نشاهد أناس يحاربون ويجاهدون من أجل استعادة السلطة، ثم في المقابل نجد أناس يقفون موقف المتفرج؟ يا أخي الجميع استبشر خيرا، وأنا أقولها بالفم المليان، عندما ثاروا أهالي البيضاء ومشايخها ورجالها من أجل مواجهة من قتل وجهات من أصبحي. ثم وجدنا الأمر في الحماس وفي قوة، وهذا هو المهم، أنك في القبل واستعادته، وبعد بضعة أيام كأن شيئا لم يحدث. هذا الأمر حدث أيضا في عمان، حدث في مواقع أخرى. ولذا أنا أقول دور القبيلة الآن إذا لم يظهر ويتحرك بقوة لتحرير اليمن ولم يستسلم ويقف تحت تهديدات وإغراءات الحوثيين، فإن اليمن ستنتصر. نحن نشاهد تماهي أيضا من المجتمع القبلي في اليمن، خاصة في الشمال، معذرة وأرجو أن لا يغضب أهل الشمال. يعني لماذا لا يستعاد النكف القبلي؟ لماذا لا يحرر اليمن أبناءه؟ لماذا نرمي دائما بالعبء على المجتمع الدولي وعلى التحالف وعلى؟ يا أخي إذا لم يتحرك الداخل اليمني لمواجهة الحوثي، وإلا الحوثي سيستمر سنين طويلة. سيد سلمان، يعني فيما يتعلق أيضا بموضوع الهدنة، يعني هناك من يرى بأن الهدنة التي أعلنها التحالف من طرف واحد لم تكن سوى فرصة أمام الحوثي لإعادة ترتيب صفوفه والقيام باختراقات كثيرة في الجبهات. يعني بالأخير، يعني حتى التحالف، يعني ما الجدوى لإقامة هدنة وهو يعرف أنها عائدة لصالح الطرف الآخر ولم يحقق من خلالها أي شيء؟ من قبل الآن التحالف العربي عندما حصلت مشاورات جنيف 1 جنيف 2 والكويت وتلاها السويد وأخيرا هذه الهدنة، التحالف على يقين تام بأن الحوثي لن يلتزم ولن يوفي بعهد واحد. لكن التحالف يتعامل وفق قوانين دولية، هنا الفرق، يحترم الأعراف والقوانين الدولية ويلتزم بها ويلتزم بالمطالب الإنسانية قبل كل شيء. التحالف العربي، المجتمع يعني الدولي ينادي دائما بإيقاف هذه الحرب، لماذا لا يستجيب لها التحالف؟ طبعا من يطالب هي الأمم المتحدة، هو طبعا من يقف وراء كل هذه المطالب هو المبعوث الأممي الذي يذهب إلى صنعاء ثم يستعرض
مطالب الحوثيين، فيعرضوا لها بأن هناك ضعف في صفوفهم وعدم وجود مقاتلين ونقص في الأسلحة، ثم يطلبوا منها الطلب الذي لا يكشف أمره وهو إيجاد هدنة. عندما يتقدم هو يتكلم بلسان الأمم المتحدة، التحالف يحترم هذه المطالب ويتوقف عندها، ولكن للأسف نجد الحوثي استمر تهريب الأسلحة عن طريق إيران، استمر تهريب المخدرات، استمر في قصف المدن المدنية سواء في الحديدة أو في تعز. لا زال الحوثي كما أسرفت البداية يواصل اختراقاته، وأمام مرأة من الأمم المتحدة، الأمم المتحدة تريد هذا وتريد ذلك، وتعلم أن الحوثي فاسد وتعلم أن الحوثي هو المنقلب، ولكنها في الأخير تسير وفق مطالب الحوثي لتحقيق الأمل الكبير للحوثي وهو السيطرة على اليمن في أكملها. اليمنيين أنفسهم لن يرضوا بهذه الخطة وسيقفوا دونها سدا منيعا، سواء أكان هنا التحالف أو لم يكون. اليمنيين لديهم الغيرة على أرضهم، ويعلمون أن الحوثي هو من نجسها وهو من دنسها، ويعلمون أنه مجرد عميل لطهران، وأن هدفها الاستراتيجي هو وضع اليمن تحت القبعة الإيرانية. كل هذا لم يحدث. أنا أقول لك يا سيدي وأختصر لك الكلام، التحالف العربي يسير حتى هذه اللحظة وفق احترام القوانين الدولية، ولذا أنا أقول اتق شر الحليمة إذا غضب. التحالف العربي أو بالأحرى الشرعية ان تحركت وأرادت التحرك، الأمور ستتغير، المعادلة يبدو أنها لن تكون هناك فرص أخرى. إذن هي يعني أكثر من 5 سنوات ولم يتغير شيء في المعادلة، يعني لا نعرف ما الذي سيتغير في قادم الأيام. إذن أشكرك جزيلا المحلل السياسي سلمان عسكر، كنت معنا من مدينة أبها السعودية، وأعود مرة أخرى لضيفي الدكتور فيصل الحذيفي. يعني دكتور، انتهت الهدنة المعلنة من طرف واحد من قبل التحالف، يعني هل يعني سيغير هذا من حالة اللا حرب ولا سلم؟ أنا سبق وأن ألمحت إلى أن الهدنة من طرف واحد ما لم يكون لديها هدفا سياسيا وعسكريا فعالا يمكن أن يحدث تغييرا على الأرض، فهي هزيمة أو نصف هزيمة. فالسعودية أو دول التحالف التي أعلنت الهدنة هي الحقيقة لم نلحظ بجميع إعلاناتها السابقة أنها ترمي من خلال هذه الهدنة إلى تغيير شيء حقيقي على الأرض وتغيير المعادلة، وبالتالي هي تنبع عن ضعف وعجز وهزيمة ماحقة لهذا التحالف الطويل العريض الذي لن يستطع السعودية حتى أن تدافع على شريطها الحدودي. ثانيا، يعني اليوم لم تعد مشكلة اليمن في مسألة انقلاب الحوثي، اليوم التحالف دخل وعلن انقلاب في الجنوب، والآن هدي إلى انقلاب في الساحل الغربي، والأسلحة التي دخل بها سلمها للميليشيات والأحزمة الأمنية التي تعلن خروجها عن سطوة السلطة الشرعية. يعني هناك ثغرات قاتلة لا يمكن أن يساعد اليمنيين على استعادة الدولة وعلى البناء الحقيقي لدولة مستقبلية كان يحلم بها في ثورة 2011، وكانه يعاقب على مثل هذه الثورة التي أعلنها ضد المستبدين وضد الفاسدين حتى لا تحرك شعوبا أخرى بالمجايلة في الثورة ضد حكامها المستبدين. يعني اليوم الحقيقة لم يعد عندنا مشكلة واحدة، انقلاب الحوثي، الانقلاب في الجنوب، الكورونا، الحصار، انتهاك السيادة حتى في المناطق الشرعية. لماذا الشرعية لا تسيطر على المنافذ والموانئ والمطارات؟ لماذا؟ هي تعتبر جزء من هزيمة السلطة الشرعية التي تعجز عن استعادة الدولة من الحوثيين بسبب هذا التدخل الأعود أو التدخل الخارج عن الأهداف الحقيقية المعلنة. يعني الحقيقة نحن ننظر لما يحدث بألم شديد، لأن هناك إعوجاج في المسار، وهذا الإعوجاج تقوده الإمارات بشكل علني والسعودية بشكل متواطئ. نعم، إذن ابقى معي دكتور. عجزوا عن 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 نعم، تكرم بالبقاء معي دكتور فيصل، سأعود إليك. وأرحب بضيفي من لبنان، ينضم إلينا الكاتب الصحفي طالب الحسني. سيد طالب، مساء الخير وعيدكم مبارك. مساء النور وعيدكم مبارك، والمشاهدين الكرام والأستاذ الدكتور فيصل الحليفي والجميع. أهلا بك سيد طالب. يعني نتحدث اليوم عن انتهاء الهدنة المعلنة من طرف واحد من قبل التحالف، ونتساءل لماذا لم توافق جماعة الحوثي على المبادرة الأخيرة
للمبعوث الأممي لوقف التصعيد العسكري؟ نعم، أعلم أن الوقت ضيق ولكني سأختصر. أولا، السعودية لم تلتزم بالهدنة التي أعلنتها من طرف فاعل، وهي تكذب في السلم وتكذب في الحرب. يعني الغارات التي يشنها التحالف يعني يسمعها كل اليمنيين. لا أعتقد أن أحد يستطيع أن يقول أن السعودية فعلا التزمت بالهدنة. ثانيا، كل الغارات السعودية التي تشنها على اليمن لم يعد هناك مردود فعلي لها، يعني حقيقة لم يعد هناك مردود فعلي لها، باستثناء بعض الغارات التي تتزامن مع المواجهات العسكرية في بعض المناطق العسكرية، إن كان في مارب إن كان في البيضاء. يعني معظم الغارات السعودية أصبحت عبارة عن عبث. هل السعودية اليوم تستطيع أن تعود إلى المعركة من جديد؟ لا أعتقد ذلك، لأن أدواتها. طيب سيد طالب، يعني نحن نتساءل عن الهدنة، يعني يوم أن أعلنت السعودية الهدنة من طرف واحد، ويعني لماذا لم يتجاوب حينها ويتم التعامل معها بمسؤولية من قبل ميليشيات الحوثي؟ ألا يعد هذا التعنت من قبل الحوثيين بأنه سوف يجلب للبلاد المزيد من الدمار والموت، يعني في ظل تفشي جائحة كورونا؟ يعني أنا أتمنى أن تسألوا المحايدين، يعني هل التزمت فعلا السعودية بالهدنة التي عرضنا؟ يعني هل التزمت السعودية بالهدنة؟ أنا أتمنى أن تسألوا المحايدين. يعني أنا سأقول لك، السعودية لم تلتزم بالهدنة، وبالتالي كيف نحمل أنصار الله والقوى الوطنية في الداخل مسؤولية أنهم لم يلتزموا أو لم يكونوا أصحاب مسؤولية تجاه؟ يعني أنا أقول لك، هل هم يستفيدون في صنعاء من الغارات السعودية؟ أبدا مطلقا لا يستفيدون على الإطلاق. يعني هم بالإمكان التجاوب مع إيقاف الغارات. يعني هل يمكن أن يرفضوا الغارات ويقولوا لا على السعودية أن تقصف، على السعودية أن تقوم بغارات؟ طيب دعنا من الهدنة سيد طالب، دعنا نتحدث عن مبادرة المبعوث الأممي التي أعلنت يعني في قبل يومين. يعني هناك موافقة من قبل الحكومة الشرعية، بينما قوبلت بالرفض والتعنت من قبل ميليشيات الحوثي. يعني كيف يفهم هذا الأمر في ظل كورونا وما تعانيه البلاد؟ يعني عندما يطرح المبعوث الدولي مبادرة ويلتزم بها ما تسمى الشرعية، أولا الشرعية هي عبارة عن فراغ لا تقدم ولا تؤخر. يجب أن تلتزم السعودية أولا بهذه المبادرة. يعني معظم المبادرات التي يطرحها المبعوث الدولي هي عبارة عن تخدير، عبارة عن تمديد، عبارة عن طرح لا يمكن أن يؤدي إلى حل سياسي شامل. يعني هل يمكن اليوم أن يقال أن جميع المبادرات التي يطرحها المبعوث الدولي ترفض؟ على أي أساس ترفض؟ لا ترفض، لكن الذي لا يلتزم بما يطرحه المبعوث الدولي بدءا بإيقاف الغارات ورفع الحصار، الحصار هو العدوان. وأنا أقول لك بكل وضوح، نعم هناك رفض لما يطرح، لأنه يطرح على أساس أن يبقى الحصار مستمر على اليمن، وهذا ما قيل للمبعوث الدولي في العاصمة صنعاء. يجب على السعودية أن ترفع الحصار، أن توقف الغارات، ثم سيكون هناك اتجاه إلى الحل السياسي. لكن أن يبقى الحصار وتبقى الغارات ويتحدث المبعوث الدولي عن مفاوضات سياسية، من الذي سيذهب إلى المفاوضات السياسية في مثل هذه الحالة؟ خاصة أن الطرف الذي يشن عدوان على اليمن هزم، من الطبيعي أن تشعر صنعاء أنها أقوى اليوم. هو الذهاب إلى الحوار أساسا من أجل سيد طالب أساسا من أجل الوصول إلى تسوية لرفع الحصار وإيقاف الحرب وأمور كثيرة. ابقى معي وسأعود إليك بعد قليل. أذهب لي الدكتور فيصل الحذيفي. يعني دكتور فيصل، يعني لماذا المبعوث الأممي يعني لا يشير بطريقة مباشرة للطرف المعرقل، وأيضا بصراحة كما طلبت منه الحكومة الشرعية؟
لا، هنا باعتباره وسيطا، الوسيط عادة لا يستطيع أن يتحيز لطرف بالطرف آخر حتى وإن كان يعلم من هو الطرف المعرقل، لأنه لو فعل ذلك سيصبح خصما وبالتالي ستنتهي مهمته باعتبار أن الطرف الذي اتهم بأنه معرقل سيمتنع عن التعاطي معه، وبالتالي العمل السياسي في الأمم المتحدة في أن يبقى المبعوث الأممي على مسافة واحدة من الطرفين وهو يعلم من هو المعرقل حتى يجد نفوذا في الحوار معهما أو الجمع بينهما. طبيعة السياسة تقتضي ذلك، هو ليس من باب يعني عدم الرؤية أو عدم الوضوح، طبيعة تقتضي عليه ذلك. لكن نريد أن نقول بأنه القضية اليمنية حلها ليس في الأمم المتحدة، وحلها ليس في الإمارات والسعودية، وحلها ليس في إيران، حلها بين اليمنيين. اليوم الحوثيون كانقلابيين غير معنيين باعتراف بأنهم انقلبوا على الإرادة الشعبية، ويعتبروا بأن سلطانهم مستبد من السماء. لن يقبلهم اليمنيون بهذا الطرح. ينبغي أن يعلموا بأنه لا يستطيع أحد أن يحكم بدون إرادة الناس، فإذا ما اعترفوا بذلك ممكن أن نخطو خطوة للحوار اليمني، وهذه هي الكارثة الأساسية. رقم اثنين، الحكومة الشرعية اليوم لا تستطيع أن تدير ملف الحرب وملف السلام وهي مهاجرة في الرياض أو في المنطقة، وهذه كارثة. الجيش اليمني ينبغي أن يكون على قيادة تراتبية واحدة. اليوم نتكلم عن جيوش، جيش في مارب، جيش في صعدة، جيش في تعز، جيش في الجنوب، كارثة. خلل يجعل كان كسر المعادلة أو كسر الجمود أو كسر المواجهة في طرف يجد نفسه مضطرا للقبول الحل السلمي، لأنه في وضع لا يسمح له بالاستمرار في الحرب أو الانتصار فيه. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر دكتور فيصل الحذيفي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة، كنت معنا من تعز، شكرا لك. وأعود لضيفي طالب الحسني، صحفي يمني. سيد طالب، يعني نتساءل هنا إلى أين ستتجه الأوضاع في المنظور القريب؟ يعني بدقيقة واحدة يجب أن نوضح الدكتور الحذيفي، وأنا دائما أسمعه على قناتكم وكثير من القناة، يجب أن لا نعود إلى حوار 2014، هل هو انقلاب أو ثورة. هذا حوار انتهى، يجب نحن نتحدث اليوم في 2020. لا أحد سيستطيع أن يصمت هذا، نحن نؤمن أنها ثورة، الطرف الآخر يقول أنه انقلاب. هذا تباين في الرأي، ولا لا يمكن على الإطلاق أن نصل إلى حلول. الأمور تتجه، وإجابة على سؤالك، الأمور تتجه إلى أن هناك فشل عسكري سعودي، تفكك في تحالف الإقليمي الذي كان يدعم السعودية، أزمة سعودية اقتصادية خانقة، السعودية لم تعد تستطيع أن تدير الحرب، ما تسمى نفسها شرعية أيضا هي عبارة عن فراغ موجود في الرياض، موجود في الأردن، موجود في مصر، موجود في عواصم عربية ودولية، ليست موجودة على الأرض. ما هو موجود على الأرض هو مجموعات معظمها لا تخضع لما تسمى الشرعية. نتحدث عن عدن، عن أبيان، عن لحج، نتحدث عن جزء من الساحل الغربي، نتحدث عن صراع داخل هذه الأدوات. الحل هو بالنسبة، وأقولها لك بوضوح، أنصار الله والقوى الوطنية والمجلس السياسي الأعلى ينتظرون أن يكون هناك انهيار أكبر، وهم يتطورون بشكل أكبر وأوسع، يحشدون بشكل أكبر وأوسع. إذا تم استعادة مأرب سيكون هناك من الصعوبة بمكان أن يكون هناك عودة للحلول السياسية. بعد ذلك يمكن العودة إلى استعادة الساحل الغربي، بمعنى الخيار العسكري هو القائم ولا توجد أي حلول سياسية. إذا لم تتوقف السعودية وتتدارك وتحصل على بعض المكاسب السياسية، أنا أعدك وأقول بشكل واضح لن تحصل على شيء. الرهان على الوقت هو ضرب من الخيال، راهن محمد بن سلمان على الوقت منذ 2006، لكن الوقت
ليس من مصلحة السعودية. السعودية تزداد انهيار، الوضع الدولي يتغير، في العاصمة صنعاء هناك تحشيد أكبر، هناك ترتيب أكبر، لم تعد السعودية تستطيع الاستقطاب، بل هناك عودة للذين كانوا يذهبون إلى السعودية. أصبحت السعودية تعاقب أدواتها، فشلت السعودية في إدارة حتى من كانوا يعتبرون حلفاء لها، تركت الإمارات تعبث كما تريد، هذا أدى إلى انقسام وتفكك. وهذا المصلحة صنعاء نقولها بكل وضوح، اليوم الاقتتال في أبيان مصلحة صنعاء بشكل واضح تماما، التباين الشديد وانحراف الإمارات إلى درجة كبيرة جدا، لا يجب أن ينتظر ما تسمى الشرعية أن السعودية غاضبة من الإمارات. السعودية لا تستطيع أن تواجه الإمارات فعليا، لأن تشعر أنها أيضا أمام معها أدوات ضعاف. اليوم في عدن هل تستطيع السعودية أن تواجه الانتقالي؟ يمكن تشعر السعودية أن أدواتها ضعاف، هذا يخدم أن يكون هناك مسار عسكري وليس مسار سياسي. المسار السياسي كان يمكن أن يأتي قبل هذا الوقت بفترة طويلة، لكن السعودية كانت تريد مكاسب أكبر وبالتالي هي تخسر. وضحت الصورة، انتهى وقتنا سيد طالب، أشكرك. لا ينتظرون حلول سياسية بل ينتظرون حسما عسكريا سيقومون به. أشكرك سيد طالب، انتهى وقتنا، أشكرك جزيل الشكر الصحفي طالب الحسني، كنت معنا من لبنان، شكرا لك، ونكتفي بهذا القدر مشاهدينا. أشكر جميع ضيوفي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.